رتويتر عزيز أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وطنوا أنفسكم مع خلية شجرة، هذا الأمة، الأمة هو اللي معهم معهم عليهم عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطنوا أنفسكم، أي هدبوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا، زين، يعني لا تكون أنت أمة عاية طويل العمر والسلامة في، يعني مثلا قال عزيز والله برنامج فاشل، قال برنامج فاشل، قال عزيز في اليوم الثاني برنامج طيب ناجح، قال برنامج ناجح. ايوه، ولا وبعد مثلا يقول وطنوا انفسكم، هذا اللي رايح يصير ولا يصير ولا تصير دايم مخالف وانت ما تدري ايش السالفه، ممكن كلامه صح. هذا اللي رايح في يد غيره وكلامه في يد غيره. احيانا الراي في يد غيرك من كمال الحكمه، ترى في بعض الاحياء حاجات من كمال الحكمه، ولا والله اقولها كاحتياج شخصي ممكن يرد الكلام، ارى انه من كمال الحكمه انك تعرض عن الرد في الحديث الذي لا تفقهه. اذا كان في صاحب اختصاص خله، ولا يحسب عليك انك امعه. لا، مثل عزيز الفيزيائي، لو قال عزيز الفيزيائيه انا حبيب اخذ وافقته الراي انت بديهي، انت اللي بالزاويه بقول احسنت، انا صاحب ايش اختصاص يا عبد العزيز وكو يا ربع اسلوبي، انا حسيت انكني في المدرسه علي لحق، اشتقت والله العظيم. هلا، تعرفون من هو اخطر الاشخاص على الامه؟ انا انت وعلى الدول الصف الخامس وعلى العوائل وعلى الاعلام وعلى جميع المجالات وعلى الامم المنافق. الامه وعلى دوله كرك. مو بالجوال، لا، المفكر صح، وممكن يكون افضل او احب لهم او احسن، يعني هو الممتاز لهم. نعم، المفكر. تعرفون شو المفكر؟ اللي هو يصنف بالقلم. اترك القلم، لا هو يسلم بالقلم، القلم المفكر الصالح، المفكر يصنف هو الذي يقول لماذا، من اين، مستجدات اللي صلينا. اتوقع انه يا حمد هو اللي يصنف بالطابور الخامس. لا لا، من هو الطابور الخامس سياسيا؟ الطابور الخامس من هو؟ والله ما ادري. ارحب القلم هذا كرك، تبي كرك ولا شغله؟ والله يا كنت ميت، كنت مكتوب، ما اقدر اضحك. بالله عيد حسابي قبل شوي سابع اغنيه، كنت ابهد ما صدقنا خلاص. الله يسلم يا اخوان، احس اني رجعت بالساق والله. قبل شوي انا مالي بالساق، تعبان. هذه رساله يا ريال، ريال شوف سياف عشان يقولوا لك سياف اثر طلعوه مع شباب. لا والله انا قاعد اعرف الحركات هذه، كنت اسويها اول ايام مجاني. انا مساعدة البث وكذا، والله والله اني قلبي طيب، لكن فوق خليني اقول لكم سالفه. انا دائما يقولون بالسالفه ساعدك ساعدك يا اخوان، انا صدري مهيف نفس صدر العصفور، انت بسرعه، انت عصفور بكبر يا حبيبي. انا كيف عرفت؟ يجيني حلو. لا لا صدق، شوف 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 يا حجبنا مايك، شوف. لا لا مو ماي، حمادة قاعد ينظر له بالسالفه، يحسب انه حمادة والله حلاك، يحسب انه ماي. لا لا انا ابغى اقول حاجه قبل، فهمتها؟ فهمتها؟ اما الان مع كلمه الصباح حمادة، تفضل. طلع طلع الصنبره ام اخباك عاد. انا ايش قلت له؟ قلت له نحط اسمع اسمع اسمع، انا قلت له اختصرها، ما نحط بخ هذه اي. لا لا عندنا صنبره صنبره يا يا ولد، قد غثرتي يا ولد، ولد غثرتي، قد غثرتي يا ولد، على لحية ابو هادي ويقبل على رجله الشهراني، ما قلت شيء. هذا صاحي، صب العبود اللي يبي صب له، فك الله ما صب. يا عيال تغير، فك والله صب لك والله. يا عزيز عزيز، وش الجمله الشهيره؟ ما تغير ولا شيء. اوه اشتقت لك ابو غير. ايش يقول؟ انا قايل له يا ابو غير، ابو غير نحطها الله يذرو احسنها، ترى حق عليك ترتل ابو ضير. ابو عاصم هات 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 هات، انا قايل نحط الجهاز ابو غير، كل داء وترتل. عطني كاس ابو غير، انا قايل حمادة نحط الجهاز بالرئه على طول، صبري صبري بالرئه على طول عشان ينعشها. هو خاف يا خاك، ابيك تصبله. شلوها بسعادتك يا ابو، انت سكت، لا تتكلم انت بالذات تجيب العيد. لا لا صدق والله، مو لا تتكلم، سولفت واجد خلاص صدق، عطنا فرصه. لا لا خلوه، سولف سولف سولف، اسمع اسمع والله انا سولف. الريالتي عند ياسر ابو ظهير 77 ريال ريال ريال، ترى يا اخوان أسمع. اخوان ريال ابو ظهير يوم يسولف ترى والله يبي يونس نفسه، يونس سبعه ثمانيه ابو ظهير والله ريال. ما افكر لا في برنامج ولا غيره. انا اول واحد سالفه، عندي سالفه، عندي سالفه،
ارحب يا رجال كلها تكيك يكفيك. مرحبا يا ابو محمد. عندي نصيحه قبل السالفه. كرك كرك تعال تعال بيوت من فوق علوم ما عادي عادي هات كاس هات كاس هات كاس مسلم يا بسام وش عندك يا بسام سالفه بسام عندك سالفه تبي تسولف يا بسام الحين عبد الله اقول لك يا عزيز يقول نفسي في علبه هذه السالفه عن صدقه يا اخوان عبود بعد بنر ويجي شلون اقسم بالله يا مناك يا مناك ها ها يا حبيبي ها يا قلبي هذا قال لك عن واحد عن موضوع صدقه اسمه جمعان الضيان يعني نعم عليك زود هذا الرجال معروف اول بالكرم يعني رجال تصدق دايم ويترك غنمه للفقراء والمساكين يا بعد راسي انت والله ما عليك زود المهم الرجال يوم من الايام مرت قبيلته بقحط يعني اللي هو المنطقه اللي عايشين فيها ما عاد فيها مويه يا شباب المطر ما عاد جالس يسجل اغنيه فاضطر هو ولد عمه انهم يطلعون يدورون الماء دوروا ما دوروا ما لقى فقال ولد عمه احنا بنتفرق وكل واحد منا يدور الماء بطريق وبعد يومين ثلاث ايام نرجع كلنا للقبيله قالوا تم هو ولد عمه يومين ثلاث ايام رجع ولد عمه الرجال ما رجع انت يا جمعه يمر اسبوع اسبوعين جمعان ما حد يدري وينه اسمعوا ان بندقيه جمعان مع واحد من القبيله الفلانيه هيدا خذها الرجال من القبيله الثانيه البندقية لقوها مع الرجال بس ما حد يدري شو السالفة. اي وين الرجال وينه؟ فراحوا للقبيلة الثانية قالوا يا ولد عندكم واحد معاه بندقية واحد من ربعنا. راح الشيخ نادى الرجال قال منين جبت البندقية؟ قال لقيتها طايحة وين؟ قال بالمكان الفلاني. راحوا للمكان الفلاني ويدورون يلقون نعول جمعان انتم كرامة. قاموا يمشون يلقون بير. لقوا بير يناظرون داخل البير الا هذا الرجال داخل البير. لا لا طايح داخل. ادخلوا له الجماعة طلعوه راعي البندق الرجال شبه ميت ما مات ما مات اخذوه للقبيلة الرجال يبي يأكلونه ما يقدرون عليك اليابس داخل فصاروا يحطون داخل السبن عشان ينزل لك عشان يليف بعد ثلاث ايام يوم صح الرجال قال انا قالوا له ايش سالفتك وين رحت وش اللي صار قال يوم تفرقنا ضعت يوم انا ولد عمي تفرقنا ضعت بعد مرور وقت شميت ريحة مويه رميت كل ما عندي رميت البندقية ورميت العود يتم كرام ورحت الين طحت في البير شربت مويه وما قدرت اطلع يوم جيت بطلع ما قدرت صرت اتذكر الناس اللي تصدق عليهم وهم علي وانا قاعد اتذكر القصص يوم اني اتصدق على الناس وصار يجيني شايب يشربني حليب الين جيتوني الين جيت وطلعتوني حقيقه طيب كمله طايح في البير كمله ما ادري بس يوم قريت طبعا هذه موجوده في جريده عكاظ في البير اكيد باختصار موجوده في جريده اي يبدو عكاظ اي ف عليك يا سياف اسمع هذا رقعه غلط اخفض الصوت حماده جاي يسجلوني الحين دقيقه انت قاعد انت قبل شيء انت تقطع السالفه عشان تقول ذبه والله حتى ذبتك خايسه مش داري انها صدق ها حماده بشر قفل الاستديو يا شباب دوروا لي طيب حمد يموت بالتقطيع عادي ما ادري انه في قصه مع وجهي يا شباب الشيخ اتكلم يا ولد ايش مالكم يا ريال عبد الله محمد تركب ليش تقاطع ابو مصاري عبد الله محمد تركب اتمنى مشعل عزيز يلا اسلم بسام هات فنجالك يا عبد الله بسام اللي شاده يقوم من الجلسه عشان واحد قاطع خلينا نكمل ما قلت شديته اقدر اسمع سددني صح؟ مشعل عنده فقره الحين ابو في شيخ اصبر خلينا نكمل لك ابو 10 دقائق انا بعد اسمع بعده بيبدا الفيلم حق المتسابقين كلكم نعم ابيكم الحين اذا تكرمت فضلا وليس امرا كل واحد يروح الغرفه يجيب فراش ويجي اقسم بالله يا الربع عندي اقسم بالله انا عندي مبادرتين من يوم كلمتهم من يوم الجمعه بعلمك لا بس صدق لا ما هم اعطوني اياها انا منتظر احد يعطيني اياها لو كان اتحدث مع الجدران ما علي من احد لكن يا ولد اشوف مبادرات كثرت ايه شفت مبادرات كثرت خلنا اعلمكم انفس العيال انفس العيال تستضيق مبادرات لا طالت طيب والله انك تفهم فلذلك والله انك تفهم اللي مبادره اسمع ما انت ما صار عندك مبادره داخل والله اللي ينشف دمك ما اخذت مو مبادره هي مو يا جماعه دقيقه لا عندهم لا لا عندي فقرتين انا عندي فقرتين سووها لا ترجع لها اصبر دقيقه الامانه انا بعلمك انا والله العظيم اني جملت يمكن ثلاث ايام اربع ايام خواطر الجميع طيب لذلك اعذروني بكره لو طلعت فقره او فقرتين وانا ادري يا اخي عادي يا ابو زيد اسمع الرجل يجوم يضرب الربع صلوا على محمد انا بتكلم ريان تكفى دقيقه اول شيء صلوا على محمد كلكم
عبد الله محمد قد ذكرته جاء مبادرة سوى مبادرة؟ لا لا مضبوط. أنا وضاحي ما بعد سوين، لكن صلوا على محمد. طيب صلوا على محمد، أنا بعلمكم يعني بداكم الربع. صلوا على محمد، خلينا نكمل كلامه. صلوا على محمد. الشلهيب فقرته هذه مهم مبادرة له بالحال، مبادرة هذه لنا كلنا، كلنا من هنا بزود بزود على كلام بعدين. يعني هذه ما تعلم مبادرة، بيض له وجه. خلصت عبد الله، عبد الله كمل. دقيقة دقيقة ريال لا لا، هذه دقيقة بس حسام يتكلم. هذه مو مبادرة، جابوا بروجيكتر الشاشة اللي تجي ضاش يسمونه بروجيكتر، بروجيكتر الشاشة. اسمع فاهمينك فاهمينك، كمل لك. انا فاهمه، انا ماني فاهم. يلا انا ماني فاهم. انا حقه اسمع، فريق الدعم انا ما ادري، جاني ابو عيسى قال متفقين بروجيكتر مع إضاءة بس ما يسمح تحطه بلوكيش، لازم يعني بالساحة، ما في بلاكات، يبي له قاعدة وكل شيء. بيحطونها هنا على الشاشة. قالوا نحطه بالشاشة وعلموني الطريق راح نسويه. أنا ماني مسوي مبادرة خلال 20 يوم، ماني مسوي شيء، أنا شبعت. اسمعني اسمعني، أنا في مبادرة كلنا نتفق إنك هذه مو مبادرة، هذه من أجل أبو هير، من أجل ريان، من أجل مصاري. لا ما فهمتون، أصبر أصبر، تكفى أصبر، أكمل كلامي. عنالي عنالي، لا لا يحسب أدري، أنت يحسب علي. خلي خلص تكلم، والله ما تقوم. خلاص بروح أزدي، حزعد بروح أزدي، والله والله ما تقوم. يا شباب ترى حمد، حمد 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 يو اي 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 عزل احنا. طيب طيب بجيك 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 في ديتك. صادق ولا يمزح علي؟ والله صادق صادق قلب اي صادق. بقول لك ايش في؟ على العموم انا اقول لكم الكلام، الله يوفق اخواننا. ترى ما اقصد انهم جابوها ولا ما جابوها، والله ما اقصد. اسمع بس انا استاذ منكم، يعني اذا شفت مبادرات بكره ولا بعده لا تضايقوا، سووا لو خمس لبعضكم وده يتمدد وممكن الفقره تاخذ من شوي من وقته او انه يقوم. استاذ منك، حن معك حن معك يا ابو بهي، سو اللي تبي. ومبادراتك كلمت لابو عيسى، ترى اقسم برب الكعبه انها لما جت مبادره من واحد من اخواني كان علي، ما في شك. بس انا اقول لكم الكلام الربع، ترى عندي اربع ايام جملتكم، ترى ما نجملكم بكره والله. اطلع مالك حق التعصب، ايش انت عجز يا من قطاع الاحكام من الكلام. خلاص صل على محمد، احنا الصباح على طريق الرجال، يوم انه يقول كرم وما كرم. طيب خلينا نكمل كلمتي بس نقطه. انا اقول يعني عندك شيء تكمل ولا بس كذا؟ لا اسف اسف، انا بقفل على القناه. يعطونا شطرطونات، واللي عنده كلام يكتبه في ورقه، والله ما عاد يكتبون بريبات. والله يا ابو مهير بيسكون، والله يا نصهم ما عارف يكتب، بنرتاح. بس سالفه تكتبها في ورقه. طيب يلا يا بس هذا لا يكتب، جاب سريع يعرف يكتب. يلا يا عيال، ترى المشكله مو منا، المشكله من كثر فقرات، فقرات البرنامج نفسه كثيره. يعني متى انت 12 وحده هذا بيقوله بس يجي واحد من العيال اثنين يصير فقره الا خلاص ما ادري يا رجل. فلذلك انا عندي معلومات عن تجاره الترم. يا ابوي انت تعطينا التجاره كلها مطفرين، صاحي انت قهرنا اكثر، انت اسباب الضغط النفسي، انت اسباب الحمله اللي قاعده تمر علينا. خالد 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 المشكله معنا سالفته اكثر واحد حلل التقنيه. انا لك، انا معطي محمد عيسى مفتاح موتور، قلت في جنوط انا محتاجه الفتره ذيك، روح بيعها عطني فلوس. طيب اسمع 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 سالفتي، الله يرحم امكم وابوكم. صباح مو بصباح حده ولا شيء، رواقان وسوالف. والله المفروض راعي الخرج يسمع لك. خلني بعلمكم، الله يطول عمركم. اسمع انا وياك سياب، الله يرحم امك وابوك. عطاري الرجال يوم يقول الكرم، طرت عليه سالفه حلوه وقصيده وزانه. في رجال يطول العمر في رجال في رجال طبيه. لا خلاص عندي والله عندي بعدين اضحكوا عليه، بس اطلع اضحكوا عليه. طيب خلاص ابشر، بس خلص هذا نبغى نجيك الحين. حارس يحتاج حارس. تعال شرع، والله ما عليكم علي، اقول لكم سالفه. السلام يا ابو محمد. انا ترى مو بعشانكم يا عبيد، لقنا مرارة. ابشر بس عدك، ترى انا مو بعشانكم، كان صافق ترى راسي من القهر. احترام ترى باقي ما وصلت للقهر حقي. اسمع ترى مو بعشانكم انا، عشان المشاهد اللي يشوف يطلع بسالفه حلوه. مع احترامي لكم. انت بلا والله غيرك حكسي، انت انت بلا يصيح. انت خلاص اسمع لبي، خذ راحتك خذ راحتك مره، انا ما عندي اي اشكاليه، انا عشان مشاهد والله. لكن ايش كلامي؟ سالفه صباحيه يا اخوي، نستفيد ويفيدون. احمد سلطان والله العظيم يا صادق، في رجال ولده صغير، المهم يطول عمرهم قاعدين ببيتهم، في سير خاله الولد، يوم سير يطول عمر قال ابوه معده راح يذبح التيس لخالك. الله وهو يضيق قال ايبه، انا عندنا الطليان تقول اذبح تيس لابوي.
قال لي أول المهم طول عمر قال هجر راح اختار لك واحدة من الطليان وجبه. المهم طول عمر شاف الولد ضايق. شاف الولد ولد صدق. قال ما أدري إيش قال الولد. المهم إن أبوه رد عليه قال لي ورع خالك زارنا والله أعطاه. هو عطاه قال دام انك ضايق عقب ما عطاه ابيات قال راح اعطي خالك قعود هديه اهدى هي فاهداه القعود عقب ما ابيات ناسيها للولد قبل لا يرد الشاي. قال لي ورع بعطيك البيت حق الولد اسلم بيضل وجهك ما هو يذبح ان جالنا ضيف ما دام خرفان المعزبه كثيره الله الله. قال يا ورع خالك زارنا والله اعطاه حمره من ابكار الحراره الاصيله والله صفق على ورع. ايه جال ورع رد على ابوه قال كانك عطيته هرش مو ذيك برغاه خالي اعطاكم من العيون الكحيله. الله الله الزوار يقولون ولا تعلق عند الباب بعد ما صار خالي. انا ظني انها ظهر الورع بسيط يقولون امه قامت تعقره قالت انا وش دخلني عرس عليك ولطمه لين قال بس. سمعت القصه دي زينه لا زانه زانه الله الله ما ودي يلا 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 صفقه قعوا مستقبلا صفقه 20 سنه مع التقدير الجديده انت بتخطبي اقول لك موضوع دقيقه انت بتموت بعد سنه بعد 20 سنه في حليب باقي بشرب سعاده يصير زواج عن بعد يعني مو عن بعد الخطبه دق برنامج كذا تخطب عن طريق انت فاضي اللي فيه زي الكاميرا هو اسمع والله انا اتكلم بتوقعات في اشياء بتكسر تدري اني اتمنى صفقه تدري يلا اتمنى اني اسعى اني اخلي الدنيا كلها مظهر لا 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 انا كل شيء الا العادات لا والله والتقاليد لا والله كل شيء اسمع والله ما اكذب والله ما اكذب فيما اقولكم تبي كل شيء الكتروني الا الحمام الله يكرم الملائكه ومن يسمع ومشاهد قال له ولد اسمع اسمع يا العب قلبي اسمع غنيت يوم على الهواء يا اخوي والله العظيم من دسوق يا ادم اسمع يا رجال ما يسمع ما يسمع منك يا ابو ظهير بابا الكتروني ارقام مدري وشو وبصمه يا ولد ما ادري ما فهمته المهم المره فتح لي وقال رمش كذا ولي ولو دخلت الله يكرم من يسمع وتوظيت وحين وقت صلاه المغرب مدري ايش ويقفل الباب يقفل الباب العمال طلعوا الكاشير وذولا طلعوا ما ادري بريك هو وقت بريك تطلع. انا بيطلع بين الاذان والاقامه يا ولد وقت صلاه الله عناني الله عناني ابى اتوضا وبطلع اصلا من المجمع وبروح ماني مصلي مع المسجد اهل المسجد اللي المصلى اللي داخل فدري الكاشير راح ما ادري وين توخر داخل المطبخ ما ادري وش اقسم بمن احل القسم ظنها فوق خمس دقائق او عشر دقائق وانا اضرب الباب قمت انقهرت طيب ما في فوق قطمر من فوق لا يا ولد هو ما طلع له رمز ما ادري له طريقه غبيه ارقام يعني ولا وش لا من برا ارقام بس من برا ما هو مقبض ما له مقبض ما له مقبض اصبر خليني اذكر عشان ما اكذب ما ادري هو شيء تحركه بيدك كذا الزبده هنا الكتروني أمين. والله انا لين جاني ذاك قال سوي كذا ما ادري ايش قال ما ادري ايش فمفتح الباب اما انا اتغير الحمامات الالكترونيه لا والله نفس شركة بسام في جدة عندنا بطاقة شركة بسام انا امي تحس بيعانون الدفاع المدني بيعانون بالله تكفى شركة بسام قلت وين شركة الدفاع المدني الله يعزهم ما في حاجة انا مصلي فوق وبسام جاء واحد مقابل قلت خلنا ننزل تحت اروح كافي طقطق بالجو مقابل مقابل وانزل تحت ويقفل الباب خبر رمز أربع اثنينات صح؟ علا إيه أربع أربع يا إخوان أربع اثنينات الموظف المسؤول عن الرمز اللي حق البوابة يقفل هذا جيت عند الباب أي يفتح أي بوابة باب الشركة وأكتب أربع اثنينات وأفتح أي يفتح أضغط أوكي يطلع لي خطأ ويطلع واحد مصلع اللي كان مسوي عندك إعلان حق بينكم علاقة مغربية قال لي أنا أعرف طق طق ويفتح لي بينكم بزنس لا إيه إدارة أعمالي مع بسام أنا حتى أنا إدارة أعمالي أقول لك شيء عبود جاء إعلان أول يوم قبل ما يجي هنا وعبود تممه على طاري يدمش أنا محتاج أحد يديرني أنا خل أعمالي أوه تكفى والله عبود إدراني بكم أعلم كم أعلم كم أعلم معك 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 اسمع عبود كان جالس عندي اسمع اسمع خل مني الإعلان في فلوس ولا لا خلني أقول لك في فلوس عبود أصلا إيه جالي إعلان على طول لا تعلم عبود عبود كان جالس عندي والشخص هذا صاحب تطبيق جديد فقال يا ولد انا بتطبيق لا مو بعلن مو شخص هي بنت صاحبة التطبيق شخص شخص عادي عادي ما ادري سيدة اعمال على قولتك صاحبة التطبيق فكانت جالسة عندي وقاعدين نسولف عن التطبيق علمتها في واحد ثاني قالت ابي اعلان المكان الفلاني قلت لها شوفي انا بدخل برنامج الان طبعا انا خلاص اعطيت الاليه اللي بتصير وبطلع ومعي كم مدري كم قلت لها متسابق والله اتوقع 24 او 30 ماني متاكد ايه كلنا اغلبهم مشاهير بنسوي اعلان عند الجميع كان عبد الله موجود قال انا بسوي اعلان يعني بسوي اعلان بعد ما اطلع قال انا بسوي اعلان عبد الله قالت تم
تم تم توكلنا على الله خلاص. عبد الله اكل قرنقش واجد. ايه اعلم انا اعلمكم والله اعلمكم قرنقش كم كت زعمران سبانش لاتي. لا لا هذا ميو هذه لك هذه احلف احلف اني ما تقدم الاعلان زي كذا مو هذا احلف احلف اني ما تقدم هذا خله في المقابل الكافي بعدين هذا مو عن طريقي صار اعلان لا لا دخلنا كافي اسمعني ريا دخلنا كافي قبل لا ندخل تسجيل مشاهير من اول دخلنا كافي مجمع دخلنا كافي مجمع جديد بالرياض صح؟ ايه والله جيت دخلت عندي في البيني قلت بسوي لك اعلان يقرا 50,000 عندي بالتيك توك قال اوكي اوكي بستاشيو شوكليت تسوي لي اعلان قلت ما له رخيص عندك انا مسوي قبل يومين من بسام 7,000 اعلان علم يا الله يستر على الله يستر على يلا يلا تعرف علي نشعل عنزي يلا يلا شباب يلا يلا وحيد طلع العيال والاعلانات الله يستر على حسين الوايلي خبرين اعلان حسين حلاق يقول طلعت مرت انه هو خلاص كلام بقلبه يقول مرتها حاجه قالها مرتين معلش اسمع عادي. يقول طلعت يقول طلعت دراهم المهم معي وصرفتي معي يقول واروح التصفيات التصفيات او التصفيات قبل ندخل اخر يوم بعد التصفيات يقول واروح هلا يقول اذا دراهم المهم معي وصرفتي معي يقول بلشت يقول ها باقينا العام لاني مشهور وبسوي لها اعلان حسين وايد يقول احدره يقول افتح لها قناه الواقع افتح لها مقاطع مقاطع قال تم يقول ما حلق لي الا عقب يقول مقرحة الشمس على قولته يقول مقرحة الشمس يقول يقول صورت يقول صورت المحاسب يقول انا ما بعد عندي احد يقول انطلعت حذفتها يقول انطلعت وحذف الاعلام يقول حلاكتي يقول حلاكتي اي ادري ادري هذا احنا بجايين بس قاعد نتفق اتفاق عشان وش نقول بالفقره عشان اللي يمنا جينا يكون حضورنا مختلف على الباقي وش البرنامج اللي كله فقرات ظهر ذا مو برنامج هذا برنامج ولا عمود فقري يا فقرات فقرات يا اخوي نقارة ما اعطيك الفقرات خلاص سيء جدا لا ولازم حضورنا عشان وش والله لا احنا ان 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 لا يحسبون مسعود دكتور فعلا دكتور من فقرات وعظام بس عادي ايش يدرى فقرة 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 هم هو هو انا يا غبي هذا ما درى هم ينادونك عشان هذا البرومو حق هذا ليش مستانس بس ما تقط قطات خايس دي دي بس خلنا افتح القلم مكتوبه نفسه حلو الحيوان بدك تقط صح؟ صح والله العظيم اني مبرق اليوم احس اني لو اقول كذا توسخ يدي ليه؟ ها لونه ككاك وين؟ حنا اليوم اسعد ناس اسعد سعاده سعد ما في حياه لا تشمل جالق بزيت وجايك لا لا تعال دقيقه لا لقد مسعود تعال تعال لابس نصيحه لكم ها لقد مسعود مروق لا تفوتون الجلسه بصراحه لو عندي شورت والله لا اسبح والله بخليها بخاطرك والله حلو ربنا لا عرفت تيشيرت رافيلو لا 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 الطقم حلو ما والله كان جالكسي لا لا هو لانه حلو تقدر تطلع ذبه بس يطلع ذبه لازم تكون قويه عرفت تعال تعال والله امانه طيب مشعل مشعل ازعل في واحده في واحده مشعل عنده فقره اي مشعل عنده لا لا تعال بذب تعال ايه بذب اذب اطلعها لا انا اختلف الاجر اما انا مكان حقت ليتهم وجيري بالاسد هني صايح لا اقطع على نفسي خلينا نضرب هنا بستيشن 2 تعال خلينا نجي فقره بالليل والله جلسه حلوه تعال والله لو وجه هنا والله حلو تعال تعال اسمع انا اعتذر عقب هذه انا بعتذر من الفقره لا لا يا ابوي لك من واحد انا بس مش ما يسولف الا علبك ما يجيك ما يجيك حدا يعلمك الله يعلمك جايك جايك جايينكم انتم فقراتكم دبلتكم والله انها جلسه انها حلوه يا ابو سالم ها يا عيال يا عيال ايه يا عيال ايه مسعود هذا واضح اللي متجهز تكبر معي هذا مشكله تدري شو المشكله انك اذا صرت تمون على يا الرب ترى عزيز عمد عطني وجه تكفى والله لا اوكي انا بعطيك ترى عزيز خلاص انا ترى عزيز ترى عزيز بيروح لا وقف بس طقم يا احلى من اسمع اسمع ابو صالح انت بتغرق اي لا اعرف اسمع سيدي اقول ولد ايه ايه انك ما تسمعنا مسبح لا مسبح عادي لا 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 مسبح اطفال هذا مسبح عادي هذا مسبح حاطين فيه كلور شبت النار والغايب حضرها شبت النار والغايب حضرها نار نار
حمران النواظر شربت النار والغايب حضر شمت النار والغايب حضر نارنا نار جيبي فعاليات جيبي فعاليات حماده شيء طايح خلي روح جيت بلعب تشيلونها راح يطيح الله راح يطيح انا هاك لو اني داري طقيه وين النار والله ما احب النار من الساعه 4 ما شفته هاي طاف كاس ايش تسوي لا والله افتح الله مسعود جلسه ما جلسه ليه يكذب عليكم عبود دوس اللي وين انا عبود وين عقب كذب عليك عبود وينه الله ما يطق بعصا الله ما يطق بعصا الله ما يطق بعصا هذا هذا اكسر الجهاز حق التسجيل كبت النار عزيز الطيري لو سمحت خالد لما جوره ذي بكم البجارة وينه؟ زعل أول أكسر الجهاز مالك عسر أول أزعل جدا زعلان قل لي ليه؟ كسر الجهاز منو بقى؟ حلو حلو ما عندي مشكلة عادي أصلا أنه أنا بـ 14 واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية شمزنا 13 بس خلونا لا 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 قحيد يا مضيين شوف شوف والله لين تاخذك ضاع يلا اثر جبر خواطر خلص حبيبي رد على قبل يبرد الدم من وين طحت عليه؟ ما ادري خالد طيب احذري لا لا والله لا والله طحتكم شوي سكت سواها ترى كنا متفقين عليك الصدق حلو حلو كم هي كم هي انا قلت ديسكاونت 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 يا سلطان مسعود ديسكاونت لو سمحت ديسكاونت 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 ما في له ايش يعني رخص اجلس اجلس شبت النار يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال بعيد 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 عن الفخر اللي صاير بعيد عن عيال مش عارف ارجع عليه يا عيال يا عيال دام دام اجلس التزام الصمت الان مع فقرة مش على العنزي تجي قدام الرجال ما شفتك يلا تكلم بالعيد يلا اجي تعال نبارز طيب يا عيال يا عيال اول شيء الله يصبحكم بالخير والله ما يجمعكم الا على عز ومعزه ان شاء الله وعلى محبه وعلى كل علم طيب وانا ادري انكم ما تجتمعون على كل من طيب لعبه خفيفه بسيطه فيها حركه سريعه شوي وبيكم يعني تحمسون فيها لان فيها يعني حماس وكذا انا راح اقسم فريقين ما يمر عليك ظالم يا خيي ها اللي تبيها بشيء اشبه يا اسلم خلنا نسمع يا عيال اول شيء لازم انا ابي سبعه سبعه فريقين يلا دقيقه خلنا نعدكم بس واحد اثنين ثلاثة أربعة انا عن سبعه انا مع بروحي هذا العيال ابشر انا مع مسعود انا الحالي عن من انا ابي ضد نعم. الشباب ذولا المهم ما يستشك قسموا لحالكم سبعه سبعه مليون طبعا يا ابن عم هاي يمين هاي يمين فريق اليمين ها تعال كذا احنا ضد احمد الرحيم ما نبى قمل يدي تكفي يلا قسموا حالكم لا يا فاني قم كسرت كتفي يلا خالد يلا ابو ظهير يلا خلاص انتم سبعه لا انتم سبعه وين تغني ليش حقتك من الصوت يا ولد ثلاث اربع خمس سته يلا ابو ظهير راح سهوم المنايا نوم عيني روح لحالك ما يمدي ما يمدي في واحد منكم يروح اهليه قائد مسعود ولد قائد ولد والله ما يصير قايد العيال ما تبى روح روح احنا فريق مسعود مسيعين اسمع انت مدير كم عددكم؟ انا مدير اللي فوقك انا مدير المدير انا مدير المدير انا سبعه انا الحين رديت علي لا والله ما تضبط لازم سبعه سبعه يا عيال لازم سبعه سبعه ترى بعلم ترى بعلم تعال تعال ما تضبط تعال لازم سبعه سبعه مش لا لا بس انا موعد معه راح يلا صيروا نبي واحد خلاص هذا خلاص بسام 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 انت تبي تلعب ما فيها خلاص يلا يلا سبعة سبعة احنا قايدين لازم ما حد يروح يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال تسمعوني ايه ما عاد لكم قايدنا
خلاص يا اخوي انت سبعة يا جحا جحا انت جحا اللي ما عندك تراكم كاملين خلاص سام تلعب انت اجل اجل واحد بيكون لا لا تفهم يساعدني بس انا ساعد شغل خلاص واحد نبي واحد والله لا ساعد ما قعدت عندك صدر اللعبه حركيه مكانكم ما راح تبعدون طيب يلا اي خلاص بس ارقام طيب الحين مش بتسوي ارقام بس لعبه ارقام ايش معها هو جالسين لا لا لعبه حاضر عادي عادي ترتبون ارقام جنب بعض طيب يا عيال عشان اعلمكم في مجال تسمعوني اسمعوني يا عيال اول شيء اللعبه اسمها لعبه الارقام انا معي سبع ارقام لكل فريق حلو انا راح اكتب رقم هنا حلو حلو الرقم اللي اكتبه لازم لا. انتم لازم الفريق يرتبه اسرع صفوا يعني مثلا قلت انا 1570 نكتبه حلو لازم تكتبونه من وين من اللي طيب من هنا كيف 1570 الرجال عنده رقم قال ابي رقم 15000 حطوا 15000 هذا واحد هذا سبعة هذا خمسة فك الرقم فك الرقم اقلب رقمك اقلب رقمك حمادة اقلب رقم لا اقلب اكيد اكيد زي العيال ايوه هذا كم 1000 ما هبل ما هبل 401 الواحد يعطي ورقه اللي جنبه 4301 طيب يعطي ورقه اللي جنبه طيب وحنا من وين نبدا عادي نكلم من اليسار عادي انت بدون من اليسار الرقم عند مسعود الرقم يقرا من اليسار خلينا بجهه الرقم ينقرا من اليسار خلنا بجهه واحده عشان تبي طيب جهه واحده اجي هالشكل بتكونوا عشان الكاميرا ارجع قدام بعض اي هو جنب جنب انا بيكم جنب يلا يلا تسح من اليسار فريق بالجهه هذه فريق بالجهه هذه نحرك الاوراق ولا نتحرك حن لا تحركون نفسكم شو نسوي كل واحد معاه رقم حط على الارض صح لا انتم نفسكم تحركون ارقام يا عزيز عرفتوا وزعت صفر اما جو الرياضيات لا لا وزع عادي سبعه ما شبه منظره صح اذا كذا جو الرياضيات صفر ارقام لا لا كيف اكتب واحد أيوة من يسار اليمين واحد من يسار اليمين أنا في معاي رقم ثامن أجل بنقصر الأرقام نخليها ستة إذا في واحد بيعد معاكم إيه اسمع مشعل من رقم واحد هيا واحد اجرب لا لا بس لا 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 عشان بكتب ارقام صف يا واحد اول واحد لا من رقم لا لا بكتب الرقم على طول تعال شوف انت واقف يلا يلا يا سامي تعال يا عبد الله عبد الله لا هو الحين طلع واحد يشرب على مش شايف 1400 شلون انا واحد قول له يلا ارجع الوقت يا عبود عبود انا عرفت خلاص انا واحد انا ورا 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 عادي بس انا ابيهم واحد يعدهم اذا يبون عشان لان فيها سرعه خلاص يعدهم هو بالصف ما يطلع برا الصف خلاص خلاص تعدون بينكم يا شباب الاعداد يا دقيقه يا شباب اللي مثلا الحين قال مشعل 7892 مثلا 7000 اي ما مثلا انت تجي ترتب نبي اسم من هنا يرتب هو مكان اقرا نقرا كذا كم على شيء خمس ارقام ولد خمس ارقام او سته يا عم البين ترى الحق يا عمي ما يلا يعني مثلا افهموا عشان تركزون معاه يا عيال الرقم انتم كم واحد سبع ارقام يعني لازم وش راتب يرتب مكانه ست ارقام صح لازم سبع سبع ارقام يعني تحط مليون و100 الف و60 اي بالضبط بس انا يمكن اخليه يمكن اخلي الرقم 43 يمكن اخليه 120 لا بس لا خلي ورقه يلا اقلبها اقلب الورقه إيه او تقلب ورقه يا تجلس يا تقلب ورقه يلا طيب اوكي بس لك انت لا تحط رقم مثلا 99 9 ما في فهمت لا لا اي لا فهمت 89 طيب لف وتسه زينه تسه يا عيال ايه لا اسمعوا لازم توقفوا هالشكل احسن عشان اقدر اشوف كفوا تشي تشي هالشكل يا عيال عشان الكاميرات لا انا اشوف الافضل ان نقراها شكل من اللي هو مثل بس لا لا ما بيضع عليك مي حلوه عرفتوا يا عيال ترى راح اقرا الرقم من اليسار يعني من الاخر واحد من اليمين يمين يمين
اي اي البدايه من عندك. والله شيء نصيب. يعني مثلا الألف من تبداها مني. لا لا اقراها من الشهيب الى يسار. الانجليزي منك انا العربي. ايه ايه حتى عربي. اربع رقمكم هذا خلاص نعرف ارقام كذا اللي يشوف حتى الكاميرا تشوف الارقام كذا. صح صح كلام حماده. صح نبدا من يسار الحين مثلا الحين كذا طيب من عندك انت 100 120 يلا يا عاد ألف يلا سجل سجل خلاص يلا اسمع يا شيطان خلينا نشوف هذا يكتب الالاف من هنا الالاف الا ما يكتب عشان الكاميرات عشان الكاميرات عشان الكاميرات يا عيال الكاميرات تقرا من كذا ما تقرا من كذا كيف لا تقرا زين الكاميرا اي بس من نية تبدا الالاف هنا المئات هنا انت غبي انت غبي اي اي انا احاد عشرات مئات الوف طيب بجيب قلم ولا 600 لا يا سلطان لا لا انت اكبر رقم طيب انا مليون صح مليون و 988 طيب انا اقول كذا بجيب قلم لا انت تقول احاد هنا بجيب قلم اصبر الف انا الاف مئات عشرات احاد صف صف وين بيروح ذا راح راح يجي يلا يلا شباب 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 بروفا 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 بعطيك حمادة 252 لا حمادة انت البروفا مني يرجع يلا يلا عزيز عيال بروفا بروفا ها بروفا خليكم يلا سرعة نجي مكان بعد دقيقة اول رقم يجي هنا اول واحد يقول ايه 1300 ما جاء جاء يا مشعل لا 1300 24 ثلاثة يجي هنا ثلاثة يجي هنا ثلاثة أربعة اثنين تعال الله يا 1324 برافو برافو إيه يلا سووا خلاص جاء تعال هنا يلا أنتوا اللي مالكم علاقة أقربوا أقربوا أرقامكم فهمتوا اللعبة أحمد فهمتوا اللعبة أحمد تجي سلامي يلا ابدأ شو اسم فريقكم أنا باك شو اسمه أدلو سقور 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 السقور هذول السقور وانتم وانتم المطاليق انا داري والله اني داري على بقى الطيور تصيدها السقور اقعد هنا طيب طيب يا عيال الرقم بكتبه هنا اوكي يلا طير الساعة يلا اكتبه يلا عيال عيال الرقم راح يكون والله ما تفوزون مسعود عجل المفروض ما تكتبه تقول لازم ما يسهل عليه لا 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 قر اللوحه ايه لا لا مشوار قلت قلت بسرعه يا مشعل لا يروينا يا لا صح 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 لازم لا لا ما عليك يلا ارجع سرعة سرعة كل واحد يحفظ رقمه يا رجل اجل اسيو كل واحد يحفظ رقمه راح راح ارجع يا ترى الرقم يبدا من عندي يعني انا بقى انت بقى اي صح بعد قرا عد عد انا معروف قريت يا رجل قريت 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 عيد 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 علمهم عيد لا 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 ما ينتهي في القز لا تقرون الف وكم سادي فروح مثلا الواحد يروح ترتيبه يروح ترتيبه يلا ست يلا يا عيال واحد اثنين يلا يا استاذ سرعه يا ولد تعمل قروشه ابدا سبعة واحد 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 سبعة واحد المطالق 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 يا شباب لا تتحركوا لين دول يشوفوا ايه لين دول يشوفوا لين دول ايه لا لا انا شفت مش عشان مو مورقه اضي راح اصبر خلينا نحط لهم واحد خلاص حماده اطلع منه ما تقلب لا لا تقلب ينعكس الرقم تنعكس الرقم اي ما عليه اكتبها معكوس وحنا دراسه خليها اجل فرها مصوبنا يلا راح فرها مصوبكم انا قبل شوي فرها مصوب يلا يلا صفوا 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 كل واحد يحط رقمه شوف رقمه شوف يا عيال لا حد يسحب خويه كلنا همه في نفسه الثاني واحد يقفل يا ما اسمع لا لا مشعل سهل يتنقلون صفوا زي الرجال ذولا اي صفوا صفوا صح مثلهم صفوا يا اخي عادي لا لا صف مثل الرجال هذول صفوا اغبياء اصبر 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 دقيقه جاهزين جاهزين واحد اثنين ثلاث كم كم واحد اثنين 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 ثلاثه اثنين وين المقروب شو اسمكم؟
سياف صف معهم هو رقم 7 ليش؟ لا 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 طيب وهذا صف معهم رقم 7 صف اخر شيء قلبها انا صفيت وقلبت سياف ايش سوى المهم؟ لا النقطة هنا مشعل تبي تعدل النقطة هنا ليه؟ احنا قايلين ان الرقم الممنوع يقلب او يجلس ما يطلع طيب دقيقة خلينا نتفق على هذا الشرط طيب طيب دقيقة الرقم اللي ما موجود معاهن تجلس خلاص او تقلبوا تجلس لا تجلس اقلب يا حبيبي ابيض طيب نتفق ابيض ها تقلبها خلاص يا ريال امشي مكانك يا ثلاثة واحد واحد صفر قد واحد ثلاثة يمكن يجي سبعة هو الرقم اول شيء اول شيء بالترتيب يلا يا ولد والله سهل هاك مجازين واحد عاف رقم واحد اللي حصل رقم موجود اللي حصل رقم موجود شو السايم شو نايك ترى اللعبة واقفة على صاحب الرقم الأول ربع ساعة عزيز كم دقيقة خمس ربع ربع عزيز ربع كم فيلمك كم دقيقة فيلمك كم دقيقة فيلمك لا شو اللي خمسة ربع خمسة وخمسة واربعين ستة ربع طيب يلا جاهزين من أنت يجلس اللي ما له دخل يجلس اللي ما له دخل يجلس بس يجلس طرف جاهزين خذ إيه إيه أصبر ركز يا عيال شوف قلبي أرقامهم هذا صار ثمانية يا عيال خلي ارقامكم عشان اشوفها زين ابيض ولا نجلس واحد لا ابيض ابيض واحد اثنين يلا واحد اثنين ثلاث يا سلام تعال 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 أربعة واحد 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 هذول غلط 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 هذول 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 أربعة ستة ستة أربعة كم تبون جوله لا لا مشعل معلش معلش بتدخل اللي رقمه مو بظاهر يجلس في الارض واللي رقمه يقف طيب لا وليه ما يقلبها لا نبي يجلس خله لا 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 يجلس انا ما مخرج هذيكم جاوبوا هذا قلم هذا قلم ما يجلس بينه انت ما اعطيتنا ما قلت لي شيء يلا يا مش عزيز عزيز يلا 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 طيب يلا يا عيال يلا في فقر لين بعد والله ما يغش هذا قلب نبي واحد طب تعال وقف مكان الشهيب روح وقف مكان الشهيب خش يا عيال فزنا ثلاث مرات غير صحيح ريح بس ريح يا عيال ريح ريح والله يا مشعود ما خطيت العافيه يلا معكم يا شباب ها يلا باقي ثلاث دقائق الفقرة السنين يا اخي الحج انت مخطيت معي جاي بدري ليه عمي حق لبيك الله يا ما قلب رايح يا باشر لا قلبته انا طلعت برا انا طلعت وجلت جاهزين جاهزين عجل واحد اثنين ثلاث خمسة واحد خمسة واحد خمسة واحد ثامر ما جلس ثامر ما جلس هنا هنا ثامر ما جلس واحد اثنين أربعة ثامر ما جلس أربعة أربعة أنت واحد أنت واحد أنت واحد دقيقة أنا هذولي هذا جعل خمسة واحد اثنين أربعة وهذولي جلسي قلت ابيض ايه او اجلس ابيض او اجلس هذا واقف ليه والله تراك تقول ذا ما جلس هم يدوروا ما بعد خلص كيف لا انت مضبي جلس لا دامر اخر شيء جلس ثاني جلسي بدي ما سوى شيء ما غيره دقيقه اسمعوا اسمعوا طيب طيب بس دقيقه بعلمكم حاجه
يا عيال دقيقه عبد الله كمل مكانك حمد ثلاث مرات وين عزيز يدور حماس بس الحرب طيب طقوا حماس ايش تبي خلاص تدورون لا اثنين اثنين واحد انتم ما انتم اتفقتوا على الجلسه على الرقم انتم اثنين وانتم واحد يا عيال يا عيال وقفوا وقفوا الرقم اسمعوني زين الرقم اللي ما يطلع ايش اسمه يكون جالس بس خلاص قاعد يناقش يا اخي يطلع ولا يقعد لا يجلس 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 هذا اللي اقول ها الرقم اللي ما يطلع يجلس لا 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 تهرج جارديا جارديا وشو اسمعوا خلني اسمع يا سعود انسان هادي ومحترم ويشارك من الرابع ما انت رقمك مو معهم بس صدق لا اله الا الله وينك ما شرحت الا من زمان يا يعني. دامر كان واقف والله انا شايفه دامر اسال ها بيض الله وجهك اي رقم ثلاث صح حماده ورا كنترول عطى عطى شرح يا سنك والله اركد يا سنك لا يجيب رقمي يا طف خلاص يلا يلا اسمع انا انا مره مو عشان دافع عن اوقامنا مهير مهير كريم ورع يلا 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 طول تمشي الحاله اوه الحين شال دقيقه صوت 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 مشعل لا 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 يا ابو ظهير ابو ظهير الحين النقطه ثلاثه ثلاثه الله يهديك بس هدي هزه عنده ذبه طيب انت ما تلعب صح احمد طيب تعال عشان ترفع واشوفه منو الاسرع يا عيال يلا وقفوا وقفوا يا عيال يا عيال قوموا العبوا يلا وقفوا وقفوا يا يلا يلا انا خلف واحد اثنين 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 ها اربعه انا مسعود سلطان 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 صل على النبي صل على النبي يا سلطان اسمعني اسمعني ما مسعود المني هو واحد ثاني واحد ثاني اصبر بعلمك انا في ايش رايك في حقيني المصممين اي سكر باب سكر باب ابو ضيف عيش الجو ايش كتب لا تسكر يا عيال السينما فوق منطقه سهلين يا عيال تحملون يا عيال اللي بيسينما ما اقول سينما يعني اللي بيشربني ما لا لا تبدا خلاص ايش تبي انت الحين فيها؟ عانى الافضل كفو يا المغوار ابدا يا هذا يا كراتين اسمها المغوار صح؟ هذه بيريدا باسور لا مصممين ما لا صوت خالد الدوسري يا اي والله كريبيتي صبرا غوار السلام عليكم تبدأ رحلتنا في سينما دوسي كلا بريدو لسرابلو خالد
بلا باري بيري داولا وسبيكور دا إيكالي باري فريق المغوار يقدم سينما المغوار سكريبت سكريبت الأفضل دائما سيلار دوك بور دابلير دوس ميلاب دولا أبعد بعيد سامي كاردي بلا راس أردي بلا راس أردي لا بلانغ لانغ سنغارو بلانغ لانغ سنغري يالغور تعال 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 بعلك 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 يلا عندك 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 سينما المغوار يرحب بكم عبر سكريبت دائما سكريبت الأفضل ها إيش يلا انتظر إنهم يغارون منا ها ها انتظر سينما المغوار اسكت اسكت شوي 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 خليني أعلق بعدين أبدأ يلا سينما المغوار سكريبت دائما سكريبت الأفضل 5 4 3 2 1 جو جو ابدا يا كنترول خلاص اعطيتها اعطيتها مرحبا حياكم الله في سينما المغوار يا هلا في السكريبتيين بعض الدنيا قل انا الخطا حتى ولو قلت عذرا وهم الكمال اكذب دروب التفاني يا قلبي الملتاع لا هنت صبرا على الظروف الكايده اماني انا انسكت وطول الصمت دهرا ما قلت الا من جزيل المعاني اعدائي اللي شنوا الحرب شكت لولا عداوتكم جلست مكان صباحكم الله بخير اليوم صلى الله عليه العظيم التوفيق لنا جميعا على الشاشة الحين شعار لمبادرة اليوم محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين صدقني أنت روح أطلق واحد ناوى الله لا يسامح أبضه أطلق واحد ناوى أنت 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 أنا جبار أنت من جدا؟ أيوه شابك يا صاحبي وجهك بشر بسعد مثل السحاب اللي مزونه هملي توفي وتوعد ما تخالف الوعد يا سيف هند في الملاقى فيصلي ولا غرابه مدحكم من بو جد امدح كفر فيك وانا ابو علي الرجال يا ولد والله يا سويت يا وين بلقى رفيق جيد نسده الله الله عطيه مما حوى صدري ويعطيه صمد علان اخيته حزه الشده باسها براسها وزوره فيه قلبي يوم كثر ردو الطيب لا بده يجوز تلقى عقب جهد وعقب مده 5 رياجيل و5 ملايين الله الله اسمك فين يا عبد الله الشهراني فين هو؟ ادور عبد الله فين؟ دور عبد الله فين؟ دور في صوت بوليس صوت بوليس صوت بوليس حرام حرام ملتزم حرام ولا سفاح انا مش عارف ده ايه ده اصبر خليك معاه وين ورقه عبد الله الشهراني شو اسمك اي لاف يو سكريبت اي لاف يو اداره انا والله اني احبكم 69 9 كم كم باقي لي انا عرفت ليش سكرت استاذ الرياضيات واحد ريال يلا عطش عطيتك كويس مية ألف ريال وقدر تزود بقدر سوي أنا عطيتك جوك عطري جوي طيب ما يجي وين النقاط المواصلات
له ما يرحم حبينا والغلا ما فيها بد حيلة. اسمع يا الله قال مدعث قول صدق ما يزله يا سلام الله على ايام العظامي عند يام الموت خير من المذلة يذبح الرجال ذبح ولا يضامي حنبني عارج على من زام علا والله اني امحق نهارا في زامي كل عرجاني بغى الناموس تلها بخريبة يا منقش تلو شام انا جاملت جاملت خلاص كلكم يا نفس كف اللوم ماني بلوان احنا ننتظر ربي ستيره ستيره الحاجه اللي ننتظرها من اعوام ان جات خيره وانت عدتك خيره وصبر الفتى على الليالي والايام يثبتها لو كان ساقه كسيره ونقفلوا هذا اهداء لنفسي ونقفلوا من دوننا باب الاحلام قمنا وشفنا عشره اطفال هدوء اخذوا نفس اخذوا نفس صلوا على النبي لا تكلم بس ما صارت لك أرجوكم إلى المرة تاريخي تاريخي يا أخوان أبا دعبا أما موت لا تجرحن لا تجرحن دقيقة لا تجرحن يا ولد سوالف ما تسولف نك أقول يمه يمه أنا وشلون أبوصف غلاك يمه يمه أنا وشلون أبوصف غلاك جرحي يا يمه لا شفتك طاب ولا قطع اشتقت لك يا بعد حي عساني فداك شوقني يخلي ضلوعي تشتعل لك حطب حطب من كثر ما اشتقت لك حتى الشعر ما قواك وساني الطرب في وصفك لا انت تاكل جحا اكل جح ما تاكل اوادم الفاتنا اللي تقول انك من المعجبين بالعكس انا المعجب شفقان وانت اهدفي بموت بموت لا لا طيب فلوسك في العقل العقل 200 اللي هي أمثلة الأشخاص اللي نقول إحنا سيئين أعطينا مثال على الملك عبد العزيز أنه كان فخر وقدوة لنا عندنا الأشخاص اللي يزعل عليها أنه أنا أبي أفتح مشروع وأبيك تكونين معاي في هذا المشروع صرت أطلع وقت البريك أسوي الموقع هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ أبوي آه يا حمد يا غهري يا غهري يا غهري يا غهري مغهور يقول والله لي أطلع مطلع الشعر هالحين يا سلام أمل أنا أكتبه من عام 25 ويردني وأنا مجوف فطامة الله عين الصواب تقول لي صابته عين من الزعيم يدل عرش الزعامة هم اللي يذوق قافيتها لما الريمة هو أبو زيد الهلالي سلام مرت علي أيام وشهور سنين وسنين وناحت على خضر الجريدة الحمامة الله. وقعدت تردد والمخاليق ممسين يا ليتني مهما لطب يا العداء الله. لو كنت أفكر لو كنت أفكر شو بصير بعدين أيوة. والله ما تاكلني عليها النداء خلطنا يقول مبروك يا الشعب العتيد تستاهل المدح المجيد في ذمتي كل القصيد ياخذ عظيم اجزالها واليوم سكربت احتفال المنتخب يعطي مثال من الجنوب الى الشمال تسمع صدى لرجالها يا سلام سلمان يا كل الفخر طريق يستبشر مطر فيك الوفا فيك السطر في حلها وترحالها ونعنزي غيم ورعد يهردني كل سعد قولوا فعل روح وجسد لقال كلمه طال قال شحن قوله يا رافع السبع اسمي يا باسطل لك سبع قاع يا مستجيب الداعي عبادك لي اجوك ودعوا اطلبك تمنعني من الهزلات ودروب الضياع وتحط في قلبي لي اجاني غضب نسمه هدو شاعر في راسي سطر وعدي مثل عادي السباح الله الله وجمل اللي في المواقف باسم انا عز الله ان سلمان وابنه يوم عاهدنا
ووفا ومهما تطورنا ترى ما نقولها في كل شيء. حنا بدو حنا بدو حنا بدو. الله الله يا سلام يا سلام. صح. وأخر عنا هالمدرب المترجم حقه يا أخي. أسلم. شوف الدموع اللي بلا صوت تزعجني أحسها تقضيع في داخل حشاي نظرات غير اللي بكتها تعذبني بها حزن ولا تكفينك كفاية يا دمعة المجروح دمك يجرحني صحي على الجرح يا داي يعني الحين نزرع كبد دكتور معروف بلبلك ترى مخرج باطن ولا محلب خمسة بس مياو كب مياو بس دائما سكريبت الافضل كلها مصوره مو صغار من هي عنده من صدمه هذه تدل على القوه ثاني شيء ثاني شيء والله ما اقدر اوفيكم حقكم كلمه المغاوين يلا ابا عطى الدنيا دايما سكريبت الافضل دايما سكريبت الافضل دايما سكريبت